راضي ب 20 مليار جنيه في الشركة دي متهم اصطناع الجريمة عشان يلفقوا لي القضية ويلفقوا لي التهمة كله صبوية عارف الأرض مش ملكه 9 أحكام قضائية نهائية تقول الأرض مش ملك صبوية إزاي هطلع لها قرار تقسيم وهو يا محامي ويعرف الكلام ده لكن إزاي يلبسوني قضية وإزاي يلفقوا لي عشان يمنعوني من إن أطلع عشان أمنعهم إنه يسرقوا الأرض البلد عايز يسرق 9 أحكام إدارية عليا بتقول الأرض مش بتاعته يعني لا المحافظ يقدر يديله قرار تقسيم ولا رئيس الوزراء ولا الوزير الاستثمار ولا أي حد في 20 واحد ولا المحافظ لو جه المحافظ يطلع قرار تقسيم هيقفوله فيها وهيحاربوه فيها مش هينفع هيتحبس المحافظ يقول إن أنا لو أنا ليه حتى نفوذ عند المحافظ ما يقدرش المحافظ يطلع قرار تقسيم إذا أراد يعني لو عايز طلع ما يقدرش إن في 9 أحكام محكمة إدارية عليا بتقول الأرض مش ملكه معانا الأحكام ها كلها صدرة نهائية وباتة لا يجوز إن النزاع في حسماته بالمسائل إزاي النهارده تقول عايزين يبقوا يستولوا على أرض البلد وأنا بقيت أنا متهم شفت الظلم اللي أنا واقع عليه شفت الظلم أنا لو عايز فلوس مش هاخد مليون جنيه أنا هاخد مليار جنيه من المصرية الكويتية هاخد مليار جنيه من مدينتي هاخد مليار جنيه من عمر أفندي مش هاخد ده انا صرف على القضايا دي اكتر من 15 مليون جنيه لوحدها من اموالي اوفر 6 اشهر قضايا واوفر نفسي مش هروح يتعمل لي قضيه بمليون جنيه حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني في هذه القضيه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل دول لفقوا لي القضيه وكيفيه اصطناع الجريمه منهم لله منهم لله مليار جنيه دي اللي هيجي لها واللي سرق ارض البلد هو اللي بقى المجني عليه النهارده 9 احكام اداريه عليا بتقول ان الارض ما يملكهاش اللي اسمه صموئيل ده